احنا عم ندرس الروبوت في مركز احسان، تعلمنا كيف نبرمج الروبوتات وتعلمنا كيف نظبط اني مثلا يخليه يمشي طالع تعابير مثلا موسيقى اصوات صور يمشي للامام حتى المسيحة والحساسات اللي تعلمناها هون. تعلمت الصبر مهما كان صار في ماي فشل اني ارجع احاول فيعني اني نحن تعلمنا. تعلمنا كثير أقسام عن الروبوت. أول جلسة تعلمنا إنه شلون من أقسام الروبوت، وتعلمنا إنه الحساسات بتلقوا الأوامر بعدين بيحللوا جوات البرين واللي هو العقل، بعدين بيحللوا الأوامر وبينفذوها عن طريق المحركات. وتعلمنا بتاني جلسة هي شلون نركب الروبوت، وتعلمنا بتالت جلسة والجلسات المتبقية شلون نبرمج الروبوت عن طريق الآيباد، وحبينا كمان نروح التعاون مع بعضنا. حقيقة تدريب الروبوت من أهم الطرق اللي نستخدمها في تعليم اليافعات مهارات التفكير الإبداعي والتعلم الذاتي، كما أنه يدربهم على الكثير من المهارات الحياتية في جو تنافسي ممتع. أهم الميزات اللي نحن بصراحة يعني بنحس فيها هي الابتسامة اللي بتظهر على وجوه اليافعات في نهاية كل جلسة عند تحقيق إنجاز. الإنجاز طبعاً إحنا نشجعهم عليه في بداية الجلسة ونشوفه ومنحققه سوية في نهاية الجلسة، وبتشوف البريق أعينهم وفرحتهم وسعادتهم بتحقيق هذا الإنجاز.